بوغدانوف يجدد حرص بلاده على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا واستعداد موسكو للمساعدة في تجاوز الأزمة السياسية. المجلس العسكري الزنتان يعتبر تعيين رموز النظام السابق في مناصب عسكرية وأمنية مخالفة لأهداف ثورة فبراير ومبادئها. منظمة الهجرة الدولية تعلن فقدان 146 مهاجر قبالة السواحل الليبية بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط. نشرة التاسعة من ليبيا بانوراما، أهلا بكم مشاهدينا. بحث رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على هامش القمة العربية في الأردن مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بحثا تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وأكد السراج على أهمية دور روسيا في خلق التوازن الدولي، داعيا إلى أن ينعكس هذا الدور إيجابيا على الحالة الليبية. وأكد بوغدانوف بدوره حرص روسيا على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا وحرصها على وحدة التراب الليبي. هذا واتفق الحاضرون في القمة على أن الحوار والمصالحة الوطنية هما الحل الأنسب لإنهاء الأزمة الليبية، مع دعوات لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والانضواء تحته. التفاصيل في سياق هذا التقرير. في دورتها 28 لمناقشة التطورات والقضايا العربية، تصدرت الأزمة الليبية جدول أعمال القمة العربية بعد القضية الفلسطينية كأول مرة بعد الثورة، نظرا لأهمية استقرار المنطقة. كان التأكيد في أعمال القمة على وحدة ليبيا ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه حاضرا في أغلب كلمات القادة العرب، ما لم يكن بناء على طلب المجلس الرئاسي. لعل أبرز ما جاء في القمة العربية فيما يخص الشأن الليبي هو دعوة إلى حل سياسي شامل عبر الحوار وتفعيل دور المصالحة الوطنية في ليبيا باعتبارهما السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها، وكذلك دعوة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى الحوار. ولا يخفى عليكم أن عدم التزام بعض الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي باستحقاقاتها وعلى رأسها مجلس النواب حال دون استكمال تنفيذ بنوده، مما ساهم بشكل مباشر في تقويض عمل الحكومة، ونحن إذ نشيد بذلك فإننا لازلنا ندعو كل الفرقاء السياسيين إلى جلوس لطاولة الحوار والكف عن لغة التهديد والوعيد والتصعيد العسكري. دعينا لنجدد بعضنا بعض. إلى جانب ذلك، كان تأكيد دول الجوار الجزائر ومصر وتونس على بذل المزيد من الجهود لجمع الأطراف الليبية كافة دون أي إقصاء لأحد تحت مظلة الاتفاق السياسي، كان تكملة لنتائج الاجتماعات السابقة كأعلن تونس ولجنة الاتحاد الأفريقي في برازافيل. وباعتبار أن تونس أحد الدول المتأثرة بالمشهد الليبي، أعلنت تمسكها بطرح المبادرة التونسية للتسوية السياسية في ليبيا على أن تستضيف اجتماع دول الجوار في أبريل القادم، لتبقى الدعوات معلقة تنتظر الإفراج عنها إقليميا ودوليا من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض الاتفاق السياسي الليبي وأن تفتأت على قدرة العرب على توحيد. قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد طاهر سيالة في لقاء تلفزيوني إن البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب يدعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني ويرفض الحل العسكري للأزمة الليبية. نوقش بالأمس أيضا على مستوى وزراء الخارجية وتم الاتفاق على هذا البيان. هذا البيان يدعم المجلس الرئاسي في ليبيا ويدعم يبني على اتفاق الصخيرات ويدعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني ويؤكد على وحدة التراب الليبي وعدم التدخل في الشؤون الليبية وأن الحل في ليبيا هو حل سياسي وليس حلا عسكريا ويرفض أي تدخل عسكري في ليبيا ويؤكد على
استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بالسيطرة على موارد النفطية في الهلال النفطي. وحول سؤال عن لقاء مرتقب بين خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، قال سيالة إن اللقاء يجب أن يحصل لتقريب وجهات النظر، وأكد سيالة أن السراج مستعد لهذا اللقاء، ولكن الطرف العسكري المتمثل في حفتر يرفض مقابلة السراج ويرفض أيضا أن يعمل تحت قيادة سياسية. يتطلب أن يلتقوا، لابد أن يلتقوا لتقريب وجهات النظر. سراج مستعد للقاء، وقد صرح في أكثر أن هو أحد مخرجات اتفاق الصخيرات، ولذلك ليس خصما لأحد، وهو تصالحي، ولذلك هو يرحب بأي اجتماع وفي أي مكان مع هذه الأطراف. ولكن الأطراف الأخرى ما زالت لديها مشاكل، لأنها ببساطة الطرف العسكري الجنرال حفتر لم يعلن إلى الآن اعترافه باتفاق السخيرات، وفي نفس الوقت هو لم يقبل أن يعمل تحت قيادة سياسية. لا يوجد في أي دستور في العالم ولا في أي دولة الآن على الأرض قيادة عسكرية لا تعمل تحت قيادة سياسية. بجرة قلم تولت اعترافات الدول بالاتفاق السياسي قبل عام مضى، واعترافها الآن فاق التصريح والتلميح والتقرير ليصل إلى إعطاء الدعم وتبني خيارات تصب جميعها في مصلحة الوفاق بين الليبيين، لتعلن القمة العربية رفضها القاطع للحل العسكري في ليبيا. قد سعيت إلى وضع الجامعة مجددا في موقف متقدم يسمح لها باستجابة أفضل لنداءات كافة الأشقاء الليبيين الذين يتطلعون بأمل إلى إنهاء فصول أزمتهم المستمرة بدعم ومساندة من الجامعة. ليبدأ معها مسلسل عزل كل من يبحث عن فرض نفسه من خلال التصعيد العسكري ضاربا عرض الحائط كل الجهود الرامية للمصالحة. حفتر وقواته سقطوا جميعا من كلمات القادة العرب، حيثما فتئ حفتر يقدم نفسه للعالم قائدا شرعيا للجيش، وأنه الوحيد المخول دون غيره بمحاربة الإرهاب. إلا أن السراج أشاد بشكل واضح في كلمته عن دور قوات البنيان في هزيمة تنظيم الدولة في سرت. إن العالم كله شاهد على النتائج الباهرة التي حققتها قواتنا المسلحة في مدينة سرت ضد تنظيم الدولة داعش. هذه القوات المنضوية تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني استطاعت خلال زمن قياسي استئصال هذا السرطان من المدينة في ملحمة تاريخية. على ضفاف البحر الميت ماتت أطماع مساعري الحروب، لينتقل داء عزل حفتر لنفسه إلى عزله من قبل داعميه من الدول التي طورت موقفها تجاه ليبيا وباتت ترفض أي عمل من شأنه تعقيد المشهد، وأصبحت تتسابق من أجل الحلول السياسية وتتمسك بها. جرة القلم إذن هي الدواء ليعلو صوتها صوت الرصاص، ويفوق تأثيرها القنابل والدبابات، وتصنع بدعاة الحرب ما عجز عنه المقاتلون لسنوات، لتصطف أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي والمنظمات الأممية متفقة على حل واحد يجعل كابوس العسكر بعيد المنال. قرارات حول ليبيا اتفق عليها مجلس جامعة الدول العربية من شأنها أن تعزز الجهود الدولية في إطار تبني سياسة واضحة تتخذ من الاتفاق السياسي مرجعا أساسيا في دعم سبل الاستقرار. التفاصيل مع محمد الجازوي. قرارات مجلس جامعة الدول العربية تمثلت في 15 نقطة اتفق عليها مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال الدورة 28، منها تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي، وتقديم مساعدة عاجلة لتنفيذ الاتفاق السياسي،
والرفض للحل العسكري رفضا قاطعا، وتكثيف الجهود العربية حول سياسة موحدة. بنود مشتركة وسياسة واضحة جاءت في دعوة المشاركين في القمة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، فضلا عن تقديم مساعدة عاجلة لتنفيذ الاتفاق السياسي بشكل كامل. وتستثني قرارات القمة حيال الأزمة في ختامها الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدة رفضها القاطع للحل العسكري لما له من تداعيات سلبية تهدد جهود السلم والاستقرار. دعوات مجلس الجامعة العربية اشتملت على تعزيز دور المجلس الرئاسي في قيادة ليبيا وتكثيف الجهود العربية حول سياسة موحدة بعيدا عن تبني حلفاء يمثلون أطراف نزاع داخلي، باعتبار الاتفاق السياسي ومن بثق عنه من أجسام مرجعا أساسيا في تحقيق السلام والاستقرار. يبقى ما تم التوصل إليه في قمة البحر الميت من قرارات رهينة التنفيذ وخطوات فعلية لإنهاء أزمة المنطقة والأزمة الليبية على وجه الخصوص. دعا مشروع قرار القمة العربية المنعقدة في منطقة البحر الميت بالأردن الأربعاء حول تطورات الوضع في ليبيا، دعا إلى إلغاء تجميد الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة. وأشار مشروع القرار إلى ضرورة تخصيص هذه الموارد لخدمة الشعب الليبي ومواجهة احتياجاته بحسب القرار. وكانت حكومات أجنبية جمدت أموالا ليبية سيادية تقدر بنحو 150 مليار دولار، ما جعل القائمين على القمة العربية المنعقدة في منطقة البحر الميت يدعون خلال مشروع قرار القمة إلى إلغاء تجميد الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وتخصيصها لخدمة الشعب الليبي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها ليبيا. مشروع قرار القمة العربية المنعقدة في البحر الميت بالأردن دعا إلى إلغاء تجميد الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وضرورة تخصيصها لخدمة الشعب الليبي. وبحسب وكالة رويترز، تتفاوت نسبة الأموال الليبية المجمدة في الخارج، حيث تصل نسبة الأموال المجمدة في النمسا إلى 1.2 مليار يورو، بينما جمدت بريطانيا 19 مليار و200 مليون دولار. تصل نسبة الأموال المجمدة في كندا إلى نحو 2.4 مليار دولار، بينما تصل في فرنسا إلى نحو 11 مليار دولار. الدولة الألمانية جمدت أكثر من 7 مليارات يورو، في حين جمدت إيطاليا 8 مليارات دولار، لتجمد لوكسمبور بدورها 1.39 مليار دولار. أما البنوك السويسرية فجمدت ما يقارب 827 مليون دولار، في حين جمدت الولايات المتحدة ما يزيد عن 34 مليار دولار. دعا رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح إلى تهيئة كل الأسباب لنجاح المبادرة التونسية بشأن ليبيا قبل انعقاد قمة ثلاثية تجمع الجزائر ومصر وتونس، معتبرا أن الخطوات التي قطعت في ذلك المجال تسير في الاتجاه الصحيح، وأنه لابد من توجيه رسائل طمأنة لكل الأطراف خاصة الليبية منها بأن الحل لن يكون إلا بيد الليبيين أنفسهم. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية تونس الباجي قايد السبسي بن صالح على هامش اجتماعات القمة العربية. أكد المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي في مداخلة سابقة مع ليبيا بانوراما دعم القمة العربية لحكومة الوفاق الوطني وللاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات باعتباره المخرج الوحيد للدفع بالحوار بين أطراف الشعب الليبي. والله هو أكيد هي أكدت دعم لحكومة الوفاق الجامعة العربية وأكدت دعم اتفاقية الصخيرات، لأنه في الحقيقة ودعم للشعب الليبي كله في الحقيقة، مش لاتفاقية الصخيرات، لأنه اتفاقية الصخيرات هي اليوم المخرج الوحيد إذا ألغينا اتفاقية الصخيرات وإذا بحثنا على بديل لها سنضيع، سنكون في حلقة مفرغة
ربما نضيع بها الفرصة ونطيل على الشعب الليبي هذه الفترة الانتقالية الصعبة. فلذلك اتفاقية الصيرات هي في نظري وفي اعتقادي وهي طريقة أحسن يعني ملاذ لدفع الحوار بين مختلف أطراف الشعب الليبي. وحول سؤال عن موقف الجامعة العربية من الجهات الرافضة للجلوس إلى طاولة الحوار والدول الداعمة لهم، اعتبر الجمالي هذا الرفض نوعا من التعنت ولا يخدم السلام في البلاد. والله هما موحدوا حتى الدول اللي تدعمهم، وإن شاء الله يكون الإخوة الليبيين يوصلوا إلى مرحلة أنه يعني يتخلاوا على الدعم الخارجي ويحكي ويصيروا دعمهم هو من الشعب الليبي. فلذلك أمنا أنه هذا الموقف المتحجر الرافض للجلوس والحديث الإخوة الليبيين مع بعضهم، لأنه ليبيا مش ممكن يحكمها لون واحد في المستقبل. ليبيا كما بقيت دول العالم كلها اليوم دخلت مرحلة جديدة ديمقراطية عصرية كذا، فلازم كل الأطراف تقبل بأطراف أخرى. هي ليبيا شاسعة وتحت متى ويعيش فيها كل الناس، كل الليبيين يعيشوا فيها بمختلف يعني مواقفهم بمختلف أفكارهم بمختلف سلوكهم، يعني إلا الذي متى يكون هو قام بعمل إجرامي هو المرفوض، أما الآخرين لا. أصدر المجلس العسكري الزنتان بيانا بشأن تعيينات رموز النظام السابق في مناصب عسكرية وأمنية رفيعة المستوى تنتهج استراتيجية تشكيل قوة مسلحة لها رؤية تختلف عن أهداف ومبادئ ثورة 17 من فبراير. وأكد بيان المجلس أن هناك محاولات استمالت القبائل لتكوين تحالفات عسكرية تزيد من انقسام الوطن، ودعا البيان كل القيادات السياسية والعسكرية إلى مراجعة قراراتهم للحفاظ على مصلحة البلاد بحسب البيان. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد محمود الحتويش المتحدث باسم المجلس العسكري الزنتان. سيد محمود مرحبا بك. في البداية يعني البيان كان يتحدث عن تولية رموز للنظام السابق في مناصب عسكرية، لو يعني تطلعنا على هذه الرموز، هؤلاء الشخوص من هم؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني أنوه على نقطة مهمة ألا وهي أن ثورة 17 فبراير عندما قامت لم تكن موجهة ضد شخص بعينه أو ضد قبيلة بعينها، وإنما كانت ضد نظام بالكامل بما كان رأسيا كان يرأسه، وتلك الرموز أو العناصر التي كانت هي أدرع لذلك النظام، بحيث أنه يعني أوصل ليبيا إلى ما نحن فيه اليوم. ولعل العبث اللي حاصل والمشاكل الاجتماعية والنعارات القبلية الحاصلة كلها كانت بسبب ما قام به النظام السابق من نشب عداوات وخلافات بين جميع القبائل والمدن. الشيء الثاني، نحن لا نستنكر على أحد من الليبيين العودة إلى أرض الوطن مهما كانت اسمه أو صفته أو رتبته، ما لم يكن له حق أو قصاص أو دين أو مظلمة أو دماء أمام أحد من الليبيين. لكن الأمر هذا لا يسمح أو لا يتجاوز أن يتعدى حقوق المواطنة ضمن إطار العدالة الانتقالية. ولكن شخصيات جدلية وأركان نظام مثل من؟ مثل من سيد محمود؟ مثل من هذه الشخصيات؟ مثلا مثل التعيين الأخير الذي كلف به شحبان، ولعل يعني بعض الليبيين لا يعرف يعني ما كان هذا، كان ماسك الكتيبة الثامنة بمنطقة جبل الغرب بالكامل، كانت مقرها في غليان، ولعل أهل غليان أدرى بما كان. ايضا كان مسؤول عن كل التحركات العسكريه في المنطقه الغربيه بما فيها مخازن الذخيره، زد على ذلك كان مسؤول عن العمليات القتاليه في الجبل الغربي، ايضا القوات التي تمركزت، يعني اتكلم بخصوصيه الزنتان التي تمركزت في الزنتان، كانت تقصف باوامر من المدعو سحبان، يعني استخدمت اذا كان القتال موجه فقط بين الثوار في ذلك الوقت وكفايه النظام السابق، ربما كان فيه مغفره نوعا ما.
ولكن تجاوز عن تطاول الأمر إلى أبعد من ذلك، حيث قصفت المدينة بالكامل بما يقارب عن 3000 صاروخ. نعم. هذا مما أدى إلى نزوح العائلات وأدى طيب. إلى وفيات كثيرة. طيب سيد محمود، باستثناء نعم. هذا الاسم الذي ذكرته، من آخر؟ نعم. من هي الشخصيات الأخرى؟ نحن الآن بصدد الموضوع، نحن بصدد الشخصية هذه، ولكن هناك شخصيات كثر يعني لا عد لها ولا حصر، منها حميد موجود أيضا كلف بمنصب في المنطقة التي يستحضرني بالتحديد، وهناك شخصيات أخرى، ولكن الأمر ليس موجه زي ما حكيت في شخص بعينه، ولكن هذا يعني إجراء متخذ، وإن يعني تم الصمت عليه الآن سيتجاوز إلى إجراءات أخرى، وهذا الأمر مرفوض. هناك من يرد عليك سيد محمود ويقول لك أن ليس من مبادئ ثورة 17 من فبراير إقصاء من هو ليس متورط في أي جرم تجاه المدنيين والمواطنين الليبيين، وليس ذنب كان عمل في منظومة النظام السابق، فهذا لا يحتم إقصاءه، و17 فبراير لا تقصيه من المشاركة في المشهد السياسي وحق المواطنة وكونه يعني مواطن ليبي بشكل عام. نعم، أنا في بداية حديثي يعني أوردت هذا الكلام، نحن لسنا ضد كموطنة يعني مواطن يبيع حقوق المواطنة، ولكن شخصيات مثل هذه شخصيات قمعت وأدت إلى نشوب حروب ونشوب معارات قبلية، أدت وساهمت بشكل مباشر في سفك العديد من الدماء. نحن لسنا في ضد كشخصه، إذا كان مواطن ليبي فله حرية المواطنة. أنا لا أتحدث عن سحبان، أتحدث عن الشخصيات التي ذكرت أن لا حصر لها. إيه نعم، يعني شنو ما المشكلة وما الضير في ذلك؟ جل الشخصيات اللي كانت في النظام السابق الآن تعمل في الدولة الليبية، ولكن لم تكلف بمهام رسمية أو مهام عسكرية. نحن نرى أن هذا الشخص لا يزال لا نعلم توجهه أيضا، لا يزال على ما تركه عليه النظام السابق، وهذا يعني يعتبر تسليح إلى شخص مثل هذا أو أشخاص بنفس الصفة أو بنفس المكانة في النظام السابق، يؤدي إلى صدام عسكري، وإن لم يكن الآن سيكون بعد وقت، لأنه ما زال زمن سلفت على المبدأ اللي كانوا موجود عليه، يعني لما يمتلك قوة عسكرية فهذا يعني، وهو لا يؤمن بالثوابت والمبادئ اللي نحكي عليها أنا وأنت الآن، لا يؤمن بحقوق المواطنة ويؤمن بحقوق العدالة الانتقالية. نحن الآن تجاوزنا العهد السابق بالكامل، أصبحنا في نظام جديد. طيب يعني سؤال أخير سيد محمود، وضحت نعم. فكرتك. سؤال أخير، ما موقف المجلس العسكري من حكومة الوفاق الوطني؟ طبعا نحن نرى أن لا مخرج الآن في ليبيا في ظل التشظي اللي حاصل والحياة المعيشية الضنكة التي وصل إليها الليبيين جلهم أو جميعهم، لا نرى إلا التمسك بهذه الشعب، إن كانت فيها ضعف أو كانت فيها مناكفات، ونعلم أن السفينة أو السيارة عندما يقودها أكثر من سائق تؤدي إلى لا تسير في الطريق الصحيح، ولكن ما فيش خيار أمام الليبيين إلا الاتفاق حول هذه الحكومة ودعمها قدر الإمكان، وإن كانت لها خطأ يعني أخطاء، ولكن لا ما فيش يعني شيء آخر يتوافق عليه، وإن كان هناك مشروع آخر للتوافق لربما يدخل فيه يكون بتوافق الليبيين، طبعا يدخل فيه الليبيين. نعم. ولكن أن نرجع إلى نقطة البداية من جديد، فهذا يعني أن سندخل في ليبيا إلى مرحلة أخرى سنتين أو ثلاثة في ظل الوضع الحاضر. المتحدث نعم، أكملت فكرتك سيد محمود؟ هي بسيطة جدا، الآن حتى لما صار البيان من العسكري أو صار غيره والكل يتكلم عن إحداث ثورة 17 فبراير، الثورة صارت في مسارها الصحيح بتداول السلم على السلطة، كل الليبيين دون إقصاء شارك في هذه الثورة، الكل يعني استنعم بما حدث في 17 فبراير وما بعدها في سنة 2011 2012 2013 بداية 2014، ولكن ما حدث من حروب مؤخرة في منفجر ليبيا وما حدث من بعدها من حروب هي التي أوصلت ليبيا هذه المرحلة، لم تكن 17 فبراير هي التي أوصلتها. نعم، شكرا لك المتحدث باسم المجلس العسكري زنتان سيد محمود الحتويش، كنت معنا عبر الهاتف. بعد اجتماعات متواصلة وقع ممثلون عن قبيلتي ولاد سليمان والتبو الأربعاء اتفاق صلح في العاصمة الإيطالية روما برعاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتضمن الاتفاق الذي تحصلت ليبيا بانوراما على نسخة منه عدة نقاط نتابع أبرزها في التقرير التالي. 11 بندا، هذا ما وقع عليه ممثلون عن قبيلتي أولاد سليمان والتبو الأربعاء في العاصمة الإيطالية روما برعاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
الجانبان اتفقا على الصلح الشامل وجبر الضرر للمتضررين من الطرفين وفقا للأعراف المتبعة لدى الطرفين. وتضمنت بنود الاتفاق إخلاء الأماكن العامة للدولة والبوابات من كل التشكيلات المسلحة في الجنوب كافة وتسليمها إلى الجيش والشرطة من جميع أطياف الجنوب، على أن يكون للجميع الحق في المشاركة في تولي الوظائف العامة. كما اتفق الطرفان على التعاون لتوفير الشروط اللازمة لإعادة فتح وتشغيل مطار سبها الدولي أمام المسافرين، ومعاملة الذين سقطوا من الطرفين معاملة متساوية، ورفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين من الطرفين، وكل من يقوم باختراق الصلح يعد مسؤولا عن فعله وعلى أهله تسليمه للعدالة. ونص الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وأن تلتزم جميع الأطراف المعنية بتنفيذ بنود الاتفاقية كل فيما يخصه، على أن يتبع هذا الاتفاق ملحق تفصيلي ويكون جزءا من الاتفاق. اختتم الأربعاء بمحلة تمن هند مهرجان شباب الجنوب الذي ضم عددا من أطياف ومكونات ومناطق الجنوب. هذا وناقش الشباب في هذا المهرجان قضايا تخص هذه الفئة من المجتمع. المزيد في سياق هذا التقرير. احتضن منتجع النخيل تمن هند فعاليات مهرجان شباب الجنوب الذي تنظمه مجموعة فزال ليبيا وبرعاية إذاعة هولندا العالمية. المهرجان استمر 3 أيام ناقش فيه الشباب والشابات قضايا كثيرة مثل التنمية والخطاب الإعلامي والتحول الديمقراطي والهجرة غير الشرعية. الحقيقة استفدنا من هذا الملتقى، عملنا عدة ورشات عمل، عدة لقاءات كانت فيه مجموعة من الأساتذة والمحاورين، تكلمنا عن ما يهم الشباب الليبي في منطقة الجنوب. كما طرح الشباب فكرة إنشاء مجلس شباب الجنوب لمراقبة السياسيين ومتابعة الجهات العاملة ودور الشباب في اتخاذ القرار. ناقشنا أهمية الشباب، بأن الشباب هم عصب الدولة والعمود الفقري للدولة. ناقشنا كيف وضع رؤية للشباب، أهداف، نوجد برنامج يوحد الشباب ويلتقيان وتضمهم قضية هي قضية الوطن. شارك شباب الجنوب بمختلف مكوناتهم ومناطقهم في مهرجان الشباب للحوار، وتوحدت كلمتهم جميعا على نعم للشباب. لقناة ليبيا بانوراما، محمد البكوش، تمن هند. عودوها مرة ثانية، 1 2 3. أكد المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية أيوب قاسم أن الأعداد التي تعلن إيطاليا عن وصولها إلى سواحلها من المهاجرين غير القانونيين هي أرقام مبالغ فيها، مشيرا إلى أنها تسعى للحصول على دعم المجتمع الدولي. وقال قاسم الأربعاء أن سواحل ليبيا البحرية صارت مكبا لجثث المهاجرين، لافتا إلى أن ليبيا تحتضن داخلها عددا كبيرا من المنظمات الإنسانية، لكنها في الحقيقة تسعى للكسب فقط، وفي الغالب يتم التعامل مع منظمتين فقط لا أكثر. قالت منظمة الهجرة الدولية إن 146 مهاجرا فقدوا قبالة السواحل الليبية بعد غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط. وذكر مسؤول المنظمة في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أن كارثة جديدة وقعت قبالة السواحل الليبية، وأوضح أنهم اكتشفوا ذلك بعد إنقاذ مهاجر جامبي من قبل سفينة تابعة للبحرية الإسبانية كانت في دورية بالمنطقة في إطار عملية صوفيا التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين. النشرة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل.
احتفالية بطرابلس لإحياء اليوم الوطني للتبرع بالدم للناس أجمع. وصول شحنة مالية جديدة بقيمة 150 مليون دينار ليبي. بوغدانوف يجدد حرص بلاده على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا واستعداد موسكو للمساعدة في تجاوز الأزمة السياسية. المجلس العسكري الزمتان يعتبر تعيين رموز النظام السابق في مناصب عسكرية وأمنية مخالفا أهداف ثورة فبراير ومبادئها. منظمة الهجرة الدولية تعلن فقدان 146 مهاجرا قبالة السواحل الليبية بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط. أحيت الجمعية الليبية للتبرع بالدم بالتعاون مع مصر في مركز طرابلس الطبي الخميس احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للتبرع بالدم الذي يصادف 30 من مارس من كل عام. تفاصيل الاحتفالية وأبرز ما جاء فيها يحمله لكم التقرير التالي. تحت شعار امنحهم هبة الحياة، أحيت الجمعية الليبية للتبرع بالدم بالتعاون مع مصر في مركز طرابلس الطبي الخميس اليوم الوطني للتبرع بالدم. الاحتفالية تخللها العديد من المحاضرات العلمية حول التبرع بالدم، تركزت جلها حول كيفية الوصول إلى توفير دم آمن للمحتاجين. يجب أن توضع لحل تلك الأزمات حتى نتمكن من نقل الدم بصورة جيدة للمريض الذي هو بحاجة ماسة لقطرة دم تنقذ حياته. لحل أزمة مصارف الدم يعني هي أزمات مصارف الدم وسلامة الدم ومضاعفات نقله للمرضى هي من أبرز العناوين التي جاءت في احتفالية اليوم الوطني للتبرع بالدم. النظام مصارف الدم يعتمد في الأساس على شيئين أساسيين اللي هو سلامة المتبرع وسلامة الدم المنقول. عند حدوث خلل في هذه الأساسين الذين يعتمدون عليهم من مصارف الدم معناها حيصير أزمة في خدمات مصارف الدم. اليوم الوطني للتبرع بالدم يهدف إلى ترسيخ ثقافة التبرع بالدم بين أبناء المجتمع والتي ستساهم مساهمة مباشرة في إنقاذ حياة المريض، وأن نقل الدم من المتبرع يساهم في إحياء نفس قد يتوفاها الأجل. اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمديري فروع الهيئة ومكاتبها حيث تمحور حول الاجتماع حول عدة بنود أهمها مناقشة طرق المتابعة وأساليب وآلية إعداد التقارير بالإضافة إلى مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل وإيجاد حلول واقعية وملموسة منها تكليف لجان لتنفيذ الشق الجنائي.
نظم مكتب رياض الأطفال بمراقبة شؤون التربية والتعليم بمدينة مصرات الخميس برعاية حزب العدالة والبناء مهرجان نسائم الربيع للأطفال بمشاركة 2000 طفل من رياض الأطفال العامة. تخللت المهرجان ألعاب ترفيهية ورياضية وأغاني أطفال وأناشيد وطنية وعروض مسرحية، وبلغ عدد الروضات المشاركة 12 روضة. نظم المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية واعتمادها ورشة عمل ببلدية أبو سليم، وذلك في إطار ضمان تطبيق معايير الجودة في كل المؤسسات التعليمية والتدريبية العامة والخاصة. التقرير التالي وتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع. بلدية أبو سليم بالعاصمة احتضنت ورشة عمل نظمها المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية على الصعيدين العام والخاص، وذلك في إطار ضمان تطبيق معايير الجودة التي اعتمدت حديثا. ورشة العمل هذه التي يقيمها المركز الوطني لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليمية والتدريبية هي في إطار عمل المركز أو ما يعتزم المركز القيام به في هذه السنة من خلال خطته التي تتضمن التعريب بالمعايير التي تم اعتمادها حديثا. وللوصول إلى مستوى تعليمي متطور قام المركز بإعداد قاعدة بيانات تكفلت الورشة بالتعريف بآلية العمل عليها ومدى أهميتها. تم إعداد منظومة متكاملة من الألف إلى الياء تختص في 5 منظومات، وهي منظومة جدول الحصص الأسبوعي للمدارس، كذلك منظومة شؤون أعضاء هيئة التدريس، منظومة شؤون طلبة، والركيزة الأولى وهي منظومة شؤون الامتحانات تختص بها من بدايتها في إدخال بيانات الطالب بالكامل. أهداف الورشة تكمن في التعريف بالإجراءات التي تمنح على أساسها الاعتمادات، وذلك بناء على المعايير التي صدرت عام 2016 والتي تقضي بالارتقاء بالتعليم في ليبيا. والآن مشاهدينا ننتقل بكم إلى الفقرة الاقتصادية مع وئام التائب. شكرا لك محمد. في جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم وقعت اليوم بمقر وزارة المواصلات بالعاصمة اتفاقية بين ليبيا وإيطاليا تقضي بإنشاء برج مراقبة حديث ومتنقل إلى حين الانتهاء من المشروع، وذلك بحضور وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق وسفير إيطاليا لدى ليبيا. اليوم تم التوقيع على عقد إنشاء وتجهيز برج مراقبة لمطار معتيقة. هذا البرج يشمل كافة المرافق المطلوبة، من ضمنها طبعاً أجهزة الاتصالات وأجهزة الإرصاد الجوي وأجهزة الصيانة، كذلك مكاتب للمراقبين ولمكاتب التلقين. يعتبر هذا كذلك يشمل العقد استجلاب برج متنقل ليحل محل البرج الحالي اللي هو الحقيقة سيء جدا. أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الخميس عبر موقعه الرسمي عن وصول شحنة جديدة من العملة المحلية مقدارها 150 مليون دينار قادمة من بريطانيا، وأكد المصرف أنه سيقوم بتوزيعها على المصارف التجارية في كافة أنحاء البلاد دون استثناء، وذلك في إطار سعيه المتواصل لتوفير السيولة النقدية بالمصارف للتخفيف من حدة الازدحام وتمكين المواطنين من سحب احتياجاتهم المالية. يواصل قسم الصيانة بمستودع سبها النفطي بربط وصلة خط الإدفاء الرئيسي الواصل إلى منصة التفريغ، وستقوم مجموعة صيانة معدات الإدفاء بالمستودع بربط معدات الإدفاء الخاصة بمنصة التفريغ الجديدة والتي تم استحداثها مؤخرا لزيادة نسبة الاستقبال بمنصة التفريغ إلى 100%،
والتي ستمكن من استقبال 4 سيارات وقود بدلا من سيارتين. تراجعت أسعار النفط الخميس بعد يومين من الارتفاعات في الوقت الذي قيدت فيه تخمة المخزونات الأمريكية إثر تعطيل إمدادات في ليبيا. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 30 سنتا إلى 52 دولارا و12 سنتا للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 49 دولارا و41 سنتا للبرميل. ونختم مع أسعار الذهب الذي انخفض الخميس مع صعود الدولار، لكن الضبابية الاقتصادية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واقتراب موعد الانتخابات الفرنسية حد من الخسائر، حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية 10% إلى 1250 دولارا و66 سنتا للأوقية، فيما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 13% إلى 1250 دولارا للأوقية. ختام الفقرة الاقتصادية والعودة للزميل محمد أبو ستة. شكرا وئام. نظم المركز الليبي لحرية الصحافة الخميس حلقة نقاش حول الدليل المهني لحقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين في ليبيا. هذا ويعتبر الدليل هو الأول من نوعه الذي يتم إعداده من قبل خبراء مختصين. المزيد في سياق هذا التقرير. 2011 للأسف الشديد لم تلتفت. يتعرض الصحفيون والإعلاميون للكثير من المشاكل والهجمات التي تشكل أهم التحديات التي تعترض طريقة تعزيز حمايتهم وضمان المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضدهم. المركز الليبي لحرية الصحافة أطلق الدليل المهني الأول الذي يمكن أن يكون مرجعا لكافة الصحفيين والإعلاميين في المشهد الإعلامي في ليبيا، حيث ضم الحقوق والواجبات والقيم والقواعد. اليوم أطلقنا الدليل المهني الأول للصحفيين الليبيين، هو عبارة عن يمكن أن يكون مسودة ومرجع مهم لكافة الصحفيين والإعلاميين في ليبيا في تغطية الأحداث والنزاعات المسلحة وتغطية قضايا الإرهاب وكيفية نبذ خطاب الكراهية والعنف، وأيضا طرق تغطية انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت يعني هو عبارة عن مبادئ وملخص لكل التجارب الإنسانية في العالم المتعلقة بالأخلاقيات المهنية يمكن أن يستفيد منها الصحفيين. ممارسة مهنة الصحافة بأمان مسألة أساسية لضمان وصول المعلومات ولحماية الحريات الأساسية، خاصة في ليبيا التي تشهد انقساما سياسيا وتدهورا أمنيا. لم يبقى من هذه النشرة إلا التذكير بأبرز عناوينها. بوغدانوف يجدد حرص بلاده على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا واستعداد موسكو للمساعدة في تجاوز الأزمة السياسية. المجلس العسكري الزنتان يعتبر تعيين رموز النظام السابق في مناصب عسكرية وأمنية مخالفا لأهداف ثورة فبراير ومبادئها. منظمة الهجرة الدولية تعلن فقدان 146 مهاجر قبالة السواحل الليبية بعد غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.